أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كيف يصلي من لا يرى ومن لا يسمع، وهل تلزمه صلاة الجماعة؟ نعم. السائل يقول: كيف يصلي من لا يرى ومن لا يسمع؟ يعني أصم وأعمى، يصلي بجنب إخوانه بالصف ويتحرك بحركاته، يصلي بجنب أخيه بالصف أو هو وإياه إذا كان عنده أحد، يصير إلى جنبه ويتحرك بحركاته. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. وهل تلزمه صلاة الجماعة؟ نعم تلزمه، إذا كان عنده جماعة يصلي معهم، وكما ذكرنا يصير بجنب أخيه ويتحرك بحركات أخيه في الركوع والسجود والقيام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.